تؤجل عمل اليوم إلى الغد، مقولة اتخذها الدكتور غسان ناعسة في حياته العلمية والعملية، لأن وتيرة البحث متسارعة وفي تطور دائم. فالدكتور غسان ناعسة من مواليد عام 1962 في محافظة اللاذقية، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية PhD من جامعة حلب إيكاردا سوريا عام 1996 باختصاص محاصيل حقلية تربية محاصيل حبوب، ماجستير في العلوم الزراعية من جامعة حلب عام 1993، دبلوم دراسات عليا في تربية محاصيل الحبوب، باحث في مركز البحوث الزراعية في اللاذقية، معاون المنسق الوطني لمشروع أردن في سوريا، ورئيس شعبة أصول وراثية، ورئيس دائرة المحاصيل. شارك في العديد من مؤتمرات البحوث وورشات العمل حول إدارة المجتمعات المحلية، وفي تقييم 20 مدخلا من الأصول البرية والمبدئية للحبوب المقاومة للصقيع. حصلت على شهادة الهندسة الزراعية من جامعة تشرين عام 1988، ثم انتقلت إلى الدراسات العليا وحصلت على دبلوم في قسم المحاصيل الزراعية، ثم حصلت على شهادة الماجستير عام 1993 بالتعاون بين جامعة حلب والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة في إيكاردا، ثم بعد ذلك حصلت على شهادة الدكتوراه عام 1996. بدأنا مسيرة البحث العلمي منذ حصولنا على شهادة الدكتوراه، وبدأت بأبحاث عديدة على محاصيل الحبوب، محصول القمح ومحصول الشعير. محصول القمح يعد محصول استراتيجي هام في سوريا، فنعلم أن الأصناف القديمة الموجودة في سوريا كانت أصناف ذو إنتاجية ضعيفة جدا، فكان على سبيل المثال لدينا الصنف حوراني كان لا يتجاوز إنتاجية هذا الصنف 1.5 طن بالهكتار، 1500 كيلوغرام بالهكتار، بينما في تقدم مراحل البحث العلمي استطعنا استنباط أصناف عالية الإنتاجية كالأصناف القاسية والأصناف الطرية. فعلى سبيل المثال حصلنا على الصنف الطري شام 8 وتجاوز إنتاجية هذا الصنف 9 طن بالهكتار، وهو خصص لمنطقة الرقة، ونقوم دوما بدراسات جديدة ونختبر سلالات عديدة لكل المحاصيل. نبدأ بسلالات عديدة لكل المحاصيل ونختبر الإنتاجية ثم مقاومتها للأمراض. إذا بدأنا بالقمح، يكون لدينا سلالات عديدة، تختبر هذه السلالات لعدة سنوات، والسلالات التي تتفوق على الشاهد في الإنتاجية وتحمل الأمراض تنتقل إلى مرحلة الاعتماد في وزارة الزراعة. كيف نحصل على السلالات؟ هناك إما أن تكون سلالات من المراكز الوطنية نحصل عليها عن طريق التربية ضمن برامج التربية الوطنية، أو يتم الحصول عليها من مراكز دولية أخرى، ونبدأ بهذه السلالات بتقييمها كخطوط مشاهدة بالمرحلة الأولى. تزرع كل سلالة ضمن خطين أو خط واحد حسب ما يتوفر من البزار، وتختبر لمدة 2 سنين. في حال تفوق بعض السلالات تنتقل إلى مرحلة أخرى لاختبارها وتسمى مرحلة الكفاءة الإنتاجية.
تختبر هذه السلالات لمدة 3 سنوات وضمن 3 مكررات. السلالات التي تتفوق منها تنتقل إلى مرحلة أخرى تسمى الحقول الاختبارية، أيضا تختبر لمدة 3 سنوات وضمن 3 مكررات. في حال تفوق بعض السلالات على الشاهد من الناحية الإنتاجية وتحمل الأمراض، أيضا تنتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل التربية، ويكون لدينا سلالات مبشرة، سلالات واعدة، فنقوم بزراعتها ضمن مراكز البحوث وبعض حقول المزارعين، وتسمى الحقول الموسعة. كل السلالات التي تفوقت ونسميها سلالات مبشرة، في حال تفوق بالمراحل الأخيرة من برامج التربية ترسل إلى لجنة اعتماد الأصناف في الوزارة مع تقرير الاعتماد من خلال الإنتاجية في كافة المراكز وحقول المزارعين. وهنا لجنة الاعتماد تعتمد هذه الأصناف ومن ثم ترسل إلى مؤسسة إكسار البزار. تقوم مؤسسة إكسار البزار بعد ذلك بإكسار هذا الصنف لعدة سنوات، ثم يوزع على المزارعين ليكون متاح بين كافة مزارعين القطر العربي السوري. هناك محاصيل أخرى، يعني القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في سوريا، وهو غذاء معظم الشعوب في معظم دول العالم. نقوم بتنفيذ أبحاث على المحاصيل الصيفية وأبحاث على المحاصيل الشتوية، نهتم بكافة المحاصيل. على سبيل المثال المحاصيل الشتوية كما ذكرنا القمح، الشعير، الفول، العدس، الحمص وغيرها من المحاصيل. أيضا الأبحاث التي نقوم بتنفيذها على المحاصيل الصيفية تتضمن محصول الذرة الصفراء، وهو محصول أيضا استراتيجي في سوريا، محصول السمسم، الفول السوداني أو ما يسمى فستق العبيد، وأيضا فول الصويا، وكذلك هناك بعض المحاصيل الأخرى كعباد الشمس. استطعنا من خلال البحث العلمي ولسنوات عديدة أن نحصل على أصناف عديدة متأقلمة مع ظروف البلد وإنتاجيتها عالية ومتحملة لبعض الأمراض، وخصصت بعض هذه الأصناف لمناطق عديدة. يعني أيضا إذا حبينا أن نذكر مثلا محصول الحمص، استطعنا أن نؤمن للمزارع أصناف شتوية. كان محصول الحمص يزرع في الربيع خلال موسم الأمطار القليل نوعا ما، وعندما تم استنباط أصناف شتوية أصبح المزارع يقوم بزراعته في الشتاء ويستطيع الحصول على إنتاجية عالية دون الري من خلال الأمطار الشتوية. البحث العلمي نستطيع أن نقول في سوريا متطور إلى حد ما، لكن ينقص بعض الدعم المادي وبعض المستلزمات الأخرى. البحث العلمي في هذه المرحلة يعني مرحلة حرب، نحن نتكلم عن المرحلة ما قبل الأزمة. توصلنا إلى أبحاث متطورة جدا، ولكن إذا ما قرن البحث العلمي في سوريا مع بعض الدول العربية كمصر أو المغرب العربي، نلاحظ بأن هذه الدول تفوقت علينا بمراحل طويلة شوي. كان له العديد من النشاطات والبحوث العلمية كدراسة استراتيجية الانتخاب في القمح القاسي الهادف لاستنباط الأصناف الملائمة للزراعة البعلية،
وتقييم عدد من سلالات الشعير في الأجيال المتقدمة للإسهام في استنباط أصناف جديدة، ودراسة حول تأثير معدلات ري مختلفة على الصفات التكنولوجية لحبوب أصناف مزروعة من القمح القاسي، ودراسة تأثير الموقع والصنف في كل من الغلة الحبية وكمية البروتين ونوعيته للقمح القاسي. لدينا أيضا محصول الشعير، كان لدينا صنفين، هما الصنف الشعير العربي الأسود والصنف عربي أبيض، صنفين قديمين أيضا لا تجاوز غلة كل منهما 2 طن. استطعنا من خلال البحث العلمي ولسنوات عديدة الحصول على العديد من أصناف الشعير، ولكل منطقة معينة. منطقة الاستقرار الأولى خصص لها، منطقة الاستقرار الأولى إذا كان الهدف هو إنتاج علفي في إلى أصناف معينة. منطقة الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة لكل منها بعض الأصناف المتميزة بإنتاجيتها لهذه المنطقة. مثلا منطقة الاستقرار الثالثة كمية الأمطار فيها منخفضة، فخصص إلى بعض أصناف الشعير التي تتحمل الظروف البيئية القاسية وتعطي إنتاجية نوعا ما مهبولة مقارنة بالأصناف البلدية القديمة. من خلال مسيرة البحث العلمي استطعنا تأمين أصناف عديدة من الشعير، واستطعنا توفير قطع أجنبي على البلد من خلال هذه الأصناف، سواء عن طريق تقديمها كعلف أخضر أو كحبوب. في كل منطقة هناك بعض الأصناف الخاصة بها، مثلا منطقة الرقة تختلف عن منطقة الساحل، منطقة الساحل تختلف عن المنطقة الشمالية، فخصص لكل منطقة صنف معين يتميز بإنتاجية عالية ومتحمل لظروف هذه المنطقة، وأيضا متحمل للأمراض المنتشرة في تلك المنطقة. فاستطعنا الحصول على أصناف عالية الإنتاجية ومتوفرة لدى كافة مزارعي القطر العربي السوري، ومتوفرة في مؤسسة إكسار البزار. ونحن أيضا نتميز في سوريا بوجود المؤسسة العامة لإكسار البزار، والتي هي غير موجودة في بعض الدول. فهناك دول عربية كثيرة تقوم بإكسار البزار من خلال زراعتها لدى بعض المزارعين، وهذه الطريقة يمكن أن تعطي أصناف، يعني أصناف مختلطة غير صنف نقي. بينما مؤسسة إكسار البزار تقوم بزراعة الصنف، تقوم بتنقيت هذا الصنف لعدة سنوات، نحصل على أصناف ذات إنتاج ذات نقاوة عالية، وبالتالي نستطيع أن نؤمن للمزارع الصنف المثالي. في هناك بعض المزارعين يمكن أن يتناولوا أو يقومون بشراء بعض الأصناف من الأسواق الحرة، تكون أصناف خليطة من عدة أصناف، ويمكن أن نقدم نصيحة لبعض المزارعين الحصول على الصنف من مؤسسة إكسار البزار أو المؤسسات الخاصة بالبحث العلمي كالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. الأصناف المتواجدة في السوق السوداء معظم أصناف غير نقية، ممكن أن يسجل على العبوات إنتاجية معينة وتكون إنتاجيتها غير ما هو مسجل. لذلك نصيحة للمزارعين وللفنيين الحصول على البزار من مؤسسة إكسار البزار أو مراكز البحوث. نستطيع القول بأن سوريا خطت خطوات متقدمة وقامت بتنفيذ
أبحاث عديدة. نحن من خلال الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية استطعنا الحصول على أصناف لكافة المحاصيل، كما ذكرنا الحمص، العدس، الفول، الفول الصويا ومعظم هذه المحاصيل. أيضا محصول الفول الصويا محصول هام أيضا في القطر، يستطيع أن يؤمن كمية عالية من البزار لتغذية الدواجن. إذا محصول الفول السوداني أو محصول فستق العبيد، أيضا خلال السنوات الأخيرة استطعنا استنباط أصناف جديدة تتميز بإنتاجية عالية ومقاومة لبعض الأمراض المتواجدة في الساحل السوري. وصنف أصناف الفول السوداني أو فستق العبيد تتميز بنسبة بروتين عالية، وبالتالي فهي مهمة للأطفال والكبار. عندنا أيضا فول الصويا. فول الصويا يتميز أيضا بنسبة بروتين عالية، ويمكن القول أو تسميته لحمة الفقراء. يتميز ببروتين عالي قد تصل حتى 40%، ولذلك أيضا ننصح بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون تأمين الغذاء من اللحوم أو غيره الاعتماد على محصول الصويا. بشكل عام استطعنا من خلال البحث العلمي القضاء على الفقر بالنسبة لكثير من المزارعين. أيضا نحن نهتم بالبحث العلمي، وكذلك نهتم بنشر هذه الأصناف الجديدة. نقوم بلقاء مع المزارعين عن طريق ورشات عمل، عن طريق أيام حقلية عديدة، والهدف هو المزارع، المزارع الفلاح. نقوم بزراعة الأصناف الجديدة سواء في مراكز البحوث أو في حقول المزارعين، وندعو فنيين وندعو العديد من المزارعين وأيضا الوحدات الإرشادية ليروا بأم العين إنتاج هذه الأصناف. هناك كثير من المناطق الفقيرة في سوريا، وعلى سبيل المثال منطقة جبل الحص في محافظة حلب، والتي تعتبر من أكثر المناطق فقرا في سوريا. عن طريق بعض المشاريع وبالتعاون مع منظمات دولية كالفاو وإفاد استطعنا إدخال بعض الأصناف التي تميزت بإنتاجية عالية. كان المزارع في منطقة جبل الحص وغيرها من المناطق كان خلال السنوات العشر الماضية يقوم بالسفر إلى الأردن أو لبنان أو تركيا لتأمين لقمة العيش من خلال هذه الأصناف المتميزة والتي أمنت له دخلا كبيرا. استطعنا تثبيت هؤلاء المزارعين في أراضيهم. أيضا قمنا بدراسات للحصول على قيمة مضافة لحبوب القمح. يعني نحن لم نكتفي بمحصول القمح وبيعه كحبوب خام، عملنا على نشر صناعة الفريكي في محافظات حلب وإدلب وبعض المناطق الأخرى، واستطاع المزارع الحصول على قيمة مضافة من خلال تصنيع الفريكي تجاوزت القيمة المضافة 70,000 ليرة سوري في الهكتار الواحد، مقارنة مع بيع الحبوب بشكل خام في الأسواق المحلية. أيضا أدخلنا طريقة تصنيع البرغل الريفية، وكان هناك إقبال شديد من بعض المزارعين، وقمنا بإنشاء رابطة تسمى رابطة منتجي الفريكي في منطقة جبل حص بمحافظة حلب،
وكان عدد يتجاوز 50 مزارع، وأصدرنا بروشورات زراعية ووزعت على المزارعين، وقمنا أيضا بتأمين بعض الآلات المجانية لبعض المزارعين كالغرابيل وأسرة الحرق وغيرها. ومن خلال عدة سنوات تمكنوا هؤلاء المزارعين من الاعتماد على أنفسهم، وكما يقال أوصلناهم إلى بر الأمان، واستطاع المزارع في منطقة جبل الحص وبعض المناطق الأخرى أن يؤمن دخل كافي لأسرته، وانتقل إلى مراحل أخرى كتربية الأغنام والدواجن وأيضا تربية النحل. وبالتالي كان للبحث العلمي دورا مهما في القضاء على نسبة كبيرة من الفقر في المناطق الفقيرة بسوريا. مركز البحوث العلمي الزراعي باللاذقية يهتم بالأبحاث التي تخص منطقة الساحل وبكافة الجوانب، سواء ضمن المحاصيل الزراعية أو الأشجار المتواجدة في الساحل كالحمضيات. نقوم باستنباط أصناف مقاومة لبعض أو متحملة لبعض الأمراض، أيضا هناك استنباط أصناف من المحاصيل التي تهم الساحل. يقوم مركز البحوث بتقديم تقديم الخبرة الزراعية للمزارعين، يهتم بنقل نتائج البحوث الزراعية الحديثة بالتعاون مع الإرشاد الزراعي إلى المزارع في الساحل السوري. هناك الكثير من المزارعين يأتون إلى المركز ويطلب المشورة أو يطلب خدمة فنية معينة، سواء للأمراض أو أحيانا يتساءل المزارع: أنا في منطقة الحفي، في منطقة صنفي، في منطقة كذا، شو ممكن أصنف أزرع أي صنف، أو شو نوع للأشجار اللي ممكن أزرعها. فمن خلال الفنيين والباحثين في مركز البحوث نستطيع أن نقدم هذه الخدمات للمزارع في الساحل السوري. هناك اختبارات على المبيدات الزراعية وتختبر لعدة سنوات، ويمكن أن تقدم بعد نتيجة الاختبار إلى المزارع، ومع بعض النصائح كموعد الرش، كمية الرش، الوقت المناسب للرش. وبالتالي مركز البحوث الزراعي في اللاذقية يقدم خدمات كثيرة للمزارع في الساحل السوري وبكل الاختصاصات: المحاصيل، بساتين، موارد مائية وغيرها. وبالتالي نستطيع أن نقول أن المركز له خدمات كبيرة للمزارع وللبلد في الساحل ولسوريا بشكل عام. البحث العلمي في مراحل متقدمة، استطعنا الحصول على الكثير من الأبحاث الهامة وفي كافة الاختصاصات، ولكن هناك كما أسلفت البحث العلمي يحتاج إلى قليل من الدعم المادي، أيضا يحتاج إلى دعم ممكن وسائط النقل، بعض مستلزمات البحث كأجهزة الكمبيوتر، كشبكات الانترنت. فهناك الكثير من مراكز البحوث لا توفر فيها شبكات الانترنت، وهذه مهمة بالنسبة للباحث. فالباحث يحتاج إلى
يعني الدخول إلى شبكة النت لمعرفة شو ما هو موجود في العالم، للحصول على معلومة تهم الاختصاص، لتأمين بعض الأبحاث من هنا وهناك، وبالتالي تأمين شبكات الإنترنت لمراكز البحوث مهم جدا جدا، ويمكن عن طريقها أيضا تطوير عمل البحث العلمي. يعني من غير الممكن أن يقوم الباحث بتأمين بعض الأبحاث عن طريق النت الخاص، وهي مكلفة جدا. وبالتالي أتمنى على المسؤولين بالإدارات العامة تأمين شبكات النت لما لها من فائدة كبيرة بتطوير البحث العلمي، بالرغم من الإمكانيات البسيطة المتوافرة لدينا، نستطيع القول أن البحث العلمي في مرحلة متقدمة جدا جدا. لدينا الكثير من طلاب الدراسات العليا، أتكلم عن اختصاص المحاصيل، هناك أكثر من 6 طلاب يقومون حاليا بدراسات سواء أبحاث ماجستير أو دكتوراه، يقومون بتنفيذ أبحاث تهم البلد، ويتم تسجيل طلاب دراسات بداية عن طريق أهمية البحث الذي سينفذ، ما هي أهمية هذه الأبحاث بالنسبة لسوريا. يتم الاتفاق بين الجامعات السورية والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وضمن محاور معينة. الهيئة قد تحتاج إلى موضوع معين، إلى ظاهرة طبيعية معينة، إلى ممكن موجود مرض معين ولأول مرة مثلا في سوريا، فتحتاج إلى إجراء أبحاث معينة على هذا المرض على استنباط صنف معين. فأي طالب ماجستير أو دكتوراه ممكن بيجي بيسجل، نحن بنقدم له الخطة، طريقة العمل، ويقوم بتنفيذ البحث في محطات البحوث المتواجدة ضمن نطاق عملنا. الطالب الدراسات العليا يقوم بتنفيذ البحث لمدة 2 أو 3 سنوات، ويكون متابع بشكل جيد. وبالنسبة لجميع طلاب الدراسات العليا، أتمنى عليهم المتابعة المستمرة، سواء القراءات الحقلية وبشكل يومي، لأن هناك في كل يوم قد نلاحظ ظاهرة معينة. يجب متابعة البحث العلمي، يجب متابعة التجارب في الحقول في المحطات البحثية. المحصول قد يحتاج إلى ري، قد يحتاج إلى تسميد، قد ينتشر بعض الأمراض بشكل مفاجئ. وبالتالي على طلاب الدراسات العليا الاهتمام بأبحاثهم ومتابعتها بشكل مستمر. ونحن بدورنا نتابع هؤلاء الطلاب ونقدم لهم كل ما استطعنا من مصادر علمية، مراجع، من اختبارات في المخابر سواء في المركز هنا أو في مخابرنا ضمن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. وبالتالي طالب الدراسات العليا مؤمن له كل مستلزمات العمل والبحث العلمي، وما عليه إلا المتابعة. ولذلك أنصح كل طالب بالمتابعة بشكل جيد للحصول على نتائج جيدة تفيد البلد.